ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. طيب، ما احنا ما زلنا مع مناهج. نعم، الحمد لله وشكرا. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أعتذر حضراتكم إن تأخرت. مناهج الاستنباط عند الفقهاء، تكلمنا عن مباحث مهمة جدا، مباحث أصولية لغوية، وقفنا عند الاشتراك والمسائل التي توقفنا عندها، مسألة الاشتراك، الاشتراك الواقع في اللغة في الأسماء كالقرء. فالقرء يطلق عند العرب ويقصد به الحيض، ويقصد به أيضا الطهر. Recording in progress. نعم. وفي الأفعال أيضا مثل عسعس وعسعس يأتي بمعنى أقبل، ويأتي أيضا بمعنى أدبر، ويأتي أيضا اشتراك كما جاء في الأسماء وجاء في الأفعال، يأتي في الحروف مثل الباء فإنها تأتي للتبعيض، وتأتي أيضا لبيان الجنس، وتأتي للإلصاق أيضا. ويجوز أن يحمل المشترك على كلا معنييه إذا أمكن ذلك، وهذا قول الشافعي وغيره، وإن كان البعض أيضا لا يرى ذلك. يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه تقي الدين أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرآن، وحرر أنه هو الصحيح من مذهب الأئمة الأربعة، والمسألة فيها خلاف، لكن كما قلت بأن الشافعي أيضا رجح في رسالة جواز حمله على معنييه. الألفاظ المشتركة كمثل العين، فالعين تطلق على الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق أيضا على الجاسوس يكون عينا لغيره، وأيضا الجون يطلق على البياض، ويطلق أيضا على السواد، فيقال ابنة الجون. ابنة الجون كانت بيضاء عندما قالت عائشة: إن أردت أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم فقل له أعوذ بالله منك. وطبعا هذا أصلا ليس بصحيح، لم يصح سنده. أيضا الشراء، الشراء يأتي وله معنيان: البيع والشراء، كما قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه بثمن بخس. والقرء يأتي بمعنى الطهر، ويأتي بمعنى الحيض، والخلاف مشهور بين الأصوليين والفقهاء. قال تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء يحمل على الحيض ويحمل على الطهر، فهو طهر وحيض، ولذلك لا يصح ولا نستطيع أن نحمله على معنييه. لكن هل هو حيض أو هو طهر؟ فالمطلقة عدتها هنا الآن الأطهار أم الحيض، لعموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء ثلاثة أطهار أم حيض ثلاث حيض؟ العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. فالقول الأول هو قول الجماهير الشافعية والمالكية، وهو رواية أيضا عن أحمد، قالوا القرء هو الطهر، واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا في قوله تعالى: فطلقهن لعدتهن، أي لقبل عدتهن أو في عدتهن. فهنا القرء هنا بمعنى الطهر، ولأن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الطلاق في الحيض وإن وقع عند الجمهور، لكنه يأسم. لذلك تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر وقال: مره فليراجعها. فأجمعوا أنه لا يجوز الطلاق في الحيض، والذي يؤكد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغيظ على ابن عمر وقال: مره فليراجعها ثم يمسكها،
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يجامعها فيه. وهذا الدليل قوي جدا في أن المعنى القر المراد به هو الطهر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال مره فليراجعها ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهنا بمعنى الطهر. وهذه أدلة استدل بها من قال بأن القر بمعنى الطهر، ويأتي حقا بمعنى الطهر، ويأتي حقا بمعنى الحيض كما قلنا. لكن ما القرينة الثابتة على المراد في المطلوب في الحكم في الآية؟ والسياق هنا حاكم. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت تعلمون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. وهنا من وجهين، الوجه الأول أن هذا تخصص، وعائشة يعني هذا أمر النساء فهي أعلم بها. شف الله والدتك. نعم تفضل دكتور، شف الله والدتك وحسن الله عليها. نعم دكتور. استرسل الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، نعم، ربما إذا مجلد يرى أنه اللي هو الحيض ما السبب إذا كان ما دام فيه. وأنا الآن نحن بصدد الكلام عليه، لسه ما انتهينا. نحن نتكلم عن القول الأول، قول الجماهير على أن القرء هنا هو الطهر. القول الثاني قول الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول الحنفية على أن الطهر هو الحيض. وحقيقة الأمر لابد أن تعلم أن الطهر يقع حيضا ويقع طهرا، والفاصل في هذا الباب لا فاصل إلا بالسياق. يعني كل حكم سيكون له بسياقه هو الأرجح، لا أننا نقول بأننا نقول بأن القرء هو الحيض. لا، الصحيح أن القرء حيض وطهر، لكن متى نقول القرينة المانعة مثلا؟ نعم، القرينة الدالة على المطلوب، القرينة الدالة على المراد، هل هو طهر أم هو حيض؟ ننتهي بس من المسألة لو تتمهل بعض الشيء، ننتهي من المسألة ونترك مجالا للنقاش بإذن الله تعالى. وعندهم أيضا من الأدلة، من الأدلة النظرية مع الأدلة الأثرية، قالوا إن القرء لغة بمعنى الجمع. تقول قرأت كذا أي جمعت كذا، وهذا ما استدل به الشافعي وهو له قوة في مسألة اللغة. تقول جمعت كذا، فالطهر بالنسبة للمرأة هو تجميع الدم في الرحم، أما الحيض فهو خروج الدم وتفريقه أصلا. وهذا قول قوي جدا، وده اللي استدل به الشافعي على أن القرء هو الطهر لأنه جمع. وتقول هنا قرأت كذا جمعت كذا، فالطهر بالنسبة للمرأة هو تجميع الدم في الرحم، لكن الحيض هو خروج الدم من الرحم. القول الثاني وقول الحنفية، وهو رواية أيضا عن أحمد، قالوا القرء هو الحيض. فقول الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال ثلاث حيض. واستدلوا على ذلك أيضا من اللغة من بالأثر والنظر، وأيضا يساعدهم في ذلك اللغة. قالوا قد قال الله تعالى تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، فإذا قلنا بقول الجمهور إن القرء معناه الطهر، فجاء شخص وطلق امرأته في نصف الطهر، فهل نصف الطهر يحسب أم لا يحسب؟ يعني لو طلق في نصف الطهر ثم حاضت ثم طهرت فهو هنا طهران، ثم حاضت ثم طهرت، فهل نقول هل هذه ثلاث أطهار أم طهران ونصف؟ حقيقة الأمر هي طهران ونصف، ليس ثلاث أطهار. يعني يحمل الكلام على المجاز لا على الحقيقة. ولأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولم تكتمل الثلاثة. فيكون الصحيح في هذا الباب أنها لا تكون ثلاثة ولا تقع ثلاثة كاملات إلا على الحيض. فإذا طلقها في الطهر وهو السنة، فنقول لا تستقبل عدتك الآن حتى تحيضي، يبقى هتستقبل حيضة ثم حيضة ثم حيضة، فتتكامل الحيض الثلاث، وتتطابق الآية بقوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
واستدلوا على ذلك أيضا. يبقى إذا قالوا أنتم لو قلتم بأن الأقراء هي الأطهار دخلتم في المجاز، والأصل حمل اللفظ على حقيقته بالعدد نفسه ثلاثة أقراء يعني ثلاث حيض. أما إذا حملناها على الأطهار يكون يعني طهران ونصف. قال وفاصل النزاع في السنة، لأن النبي قال للأمة طلقتان وحيضتان وعدتها حيضتان، فهنا تصريح بقوله للأمة طلقتان مش طلق ثلاثة، طلقتان وعدتها حيضتان، فهي ليست كالحرة تتشطر، والتشطير لا يأتي على الطهر يأتي على القرب، والتشطير لا يأتي على الحيض يأتي على الطهر. قال إذن قال حيضتان، قال عدتها فجعل العدة بالحيض لا 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 بالطهر، جعل العدة بالحيض لا بالطهر. وهذا حديث فيه ضعف، جاء مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، والموقوف هو الأصح. فوجه الدلالة عندهم أنه قال وعدتها حيضتان، فصرح بالعدة أن تكون بالحيض. والدليل الفاصل في النزاع عند الحنفية والحنابلة هو حديث في سنن النسائي وأبي داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا جاء قرؤك فدع الصلاة. قوله فإذا جاء قرؤك فدع الصلاة، فإذا انتهت حيضتك فاغتسلي وصلي، فيها دلالة أن القرؤ هنا بالتسمية، قال فإذا جاء قرؤك فدع الصلاة، والقرؤ هنا بمعنى الحيض. وفي الوقت قال دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك. إذن هي لا يمكن أن تترك الصلاة في الطهر، هي تترك الصلاة عند حالة كونها حائضا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. إذن قالوا هذه فيها دلالة الآن عندما قال لها فإذا جاء قرؤك، فسمى القرء حيض، فسمى القرء حيض، إذا جاء قرؤك فدع الصلاة ولا تدع الصلاة إلا حال الحيض. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن القرء هنا بمعنى الحيض. وتدل على ذلك من ناحية النظر، قالوا العلة في العدة أقوى العلة هي استبراء الرحم، واستبراء الرحم لا يعرف بالطهر بل يعرف بالحيض، لأن المرأة إذا حاضت دل ذلك على أنها لم تحمل. فبراءة الرحم لا تعرف بالطهر بل تعرف بالحيض. ولذلك قال في سبأ أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. فبراءة الرحم عرفت بالحيض لا بالطهر. والعدة أصلها من أجل معرفة براءة الرحم، فيكون القرء هنا هو الحيض. وحقيقة نقول نعم القرء هنا والحيض، والدلالة دلت على ذلك أن القرء المقصود به هنا الحيض، لكن لا يمنع أنه في مواقف أخرى وفي أحكام أخرى أن يكون القرء هو الطهر، لأن القرء ينزل على الطهر وينزل على الحيض، والقرينة هي الفاصلة. فحقيقة الأمر إذا ورد النزاع، والنزاع من ناحية النظر قوي بين الشافعية والمالكية والحنابلة وبين الحنفية، ولكن عند الأثر جاء فقال فإذا جاء قرؤك فدعي الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك، فهذا فيه نص صريح بأن القرء هنا هو الحيض، القرء هنا والحيض. وهذه كما قلت لا تمنع أنه قد يقع القرء أيضا على الطهر، لكن جاءت القرينة في مسألة العدة أن العدة بالحيض لا بالأطهار، العدة بالحيض لا بالأطهار، لا سيما أنه قال فإذا جاء قرؤك، وقد قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالراجح هو قول الحنفية ورواية عن أحمد بأن القرء المقصود به في مسألة العدة، ممكن مسائل أخرى يكون يقصد به الطهر، وإحنا قلنا ممكن يحمل على إيش؟ على معنيين، فيكون هنا القرء المقصود به هو الحيض بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فدع الصلاة أيام
أقرائك، فهو الراجح. فالراجح هنا أنه القر هو الحد. أخي الكريم لو عندك نقاش في هذا الباب تفضل. أما الرد على الشافعية في الكلام على قبل العدة وأنها على الأطهار لا على الحيض، قلنا هذا كلام صحيح. ومن ناحية النظر جاء السياق عندما قال فطلقهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن، نحن نقول هذا صحيح. لكن عند الطلاق الحق أن حمل القرء على الحيض هو الأقرب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، لا سيما وأنها المقصود من العدة أمران: حق الله وحق الزوج وبراءة حق الله براءة الرحم، وبراءة الرحم لا تعرف إلا بالحيض لا بالطهر. لو في شيء تفضل أبا بكر تفضل. بالنسبة لاستخدام إذا قلنا في العدة هو الحيض، في ماذا نستخدمه؟ ماذا بقي يعني ممكن نقول لو جاء في شيء آخر في مسألة أخرى وذكر القرء سنقول نبحث عن السياق والسياق هو الحاكم. يعني ما نقول بأنه في هذا الترجيح أننا ألغينا أن القرء يقع على الطهر، هذا مقصدي أصوليا. عدة مثلا المطلقة أم هو عدة المطلقة على عدة كل العدد تدخل الآن عدة المطلقة الأقراء هي الحيض. نقول إذن عدة المطلقة منصوص كأنها نرى أنها هي الحيض. أي نعم، وقع القرء على الحيض لا على الطهر. طيب فليراجعها، أمره فليراجعها، هذا إذن لا دليل عليه. ما هذا دليل على أنها الحيض، هو قال مره فليراجعها ثم يطلقها، يعني ثم تحيض ثم تطهر ثم يمسكها أو يطلق. هذه العدة للقبل. هنا في القبل نعم، في قبل عدتها يعني في أطهارها، يعني تكون طاهرة، فاهمني؟ لكن نحن نقول هذا هو المعنى، أن القر ممكن يقع على الطهر، لكن عند الفاصل أقول لما تعتد المرأة تعتد بالحياض ولا تعتد بالأطهار، القرء يقع على الطهر وعلى الحيض، فسأطلب القرينة من الخارج هي التي ترجح لي. جاءت القرينة في النصوص عليها كل مشترك، إذا كان مشترك يحتاج إلى قرينة. أي نعم، كل مشترك يحتاج إلى قرينة حاكمة حتى أقول على أيهما يحمل، وقد يحمل على الاثنين، فهمتني؟ أي نعم، بارك الله. رضي الله عنك، رضي الله عنك. نعم، من هذا أيضا من أمثلة الخلاف انه النكاح في اللغه يقع على ثلاث معاني. النكاح في اللغه يقع على معاني ثلاثه، وهذا اشكال كبير. لاننا اقول دلوقتي اذا كان له معاني ثلاثه في اللغه، واللغه تحتمل هذه المعاني الثلاثه وهي على حقيقه، يعني على 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 اي الثلاثه احمل؟ قلنا لابد ان نفهم على ما قاله علماؤنا ان الكلمه تعرف في سياقها لا في ذاتها. الكلمة تعرف في سياقها لا في ذاتها. فالنكاح يأتي بمعنى الاقتران، ويأتي بمعنى الوطء، ويأتي أيضا بمعنى العقد. يبقى عندنا معاني ثلاثة: النكاح بالاقتران، النكاح يعني الوطء، نكح الرجل زوجته يعني وطأها، ويأتي بمعنى العقد، نكح زيد هندا يعني عقد عليها. وهذا هذه المعاني جاءت في الكتاب، احتوى هذه المعاني الثلاثة. قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوه إليهم أموالهم. في قول هنا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح ما يقصدون؟ يقصدون إيش؟ يقصدون هنا بلغوا النكاح أي سن رشد، يعني لو وطأ ينزل. فيكون قد بلغ مبلغ الرجال، فيبقى هنا بمعنى في قول حتى يبلغ النكاح أي المقصود بذلك يطيق الوطء. وقد جاء بمعنى آخر كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء إذا نكحتم المؤمنات يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، نعم، إذا نكحتم المؤمنات هنا ثم طلقتهن فما لكم من عدة من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. السياق حاكمه الآن. قال الذين آمنوا إذا نكحت النساء، وقال طلقتهن من قبل أن تمسهن، دي معناها أنه إيش؟ أنه ما دخل بها، صحيح؟ ما جامعها. يبقى المعنى هنا يقع على إيش؟
ما يأتي أبدا على الوطء، لأنه لغى الوطء في السياق، سياق الآية ألغى الوطء، يبقى لا يقع إلا على العقد. يبقى هنا بمعنى قوله يا الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني إذا عقدتم على المؤمنات. وقال المشركات حتى يؤمن. لا وهنا نعم هنا أيضا في وهذا العقد أي نعم. وفي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شوفوا هذه مسألة قوية جدا. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، طبعا ليس اقترانا. يبقى هنا النكاح هنا حتى تنكح زوجا غيره، هذه وقعت تقع على ايش؟ على العقد، وتقع على الدخول الجماع. على الجماع صحيح ولا لا؟ على الوطء. ولذلك ابن المسيب يقول من عقد عليها وطلقها حلت للزوج الاول، حمل قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تعقد على زوج غيره. والآية حمالة ولا مش حمالة؟ الآية حمالة، هذا صحيح. لكن شوف احنا نقول قلنا ايش؟ قلنا احنا دايما في المشترك حتى نصل الى 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 وصول العلماء الى الى الحمل لإظهار الحكم لابد له من قرينة ايش؟ قرينة خارجية. احنا دلوقتي قال حتى تنجح زوج غيره، يقع على العقد ويقع على الدخول، يقع على العقد ويقع على الوطء. طيب عندنا حديث والذي فصل في الخطاب، المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة رفاعة القرظي، طلقها رفاعة، قالت يا رسول الله طلقني رفاعة فبت طلاقي، بت طلاقي يعني طلقني ثلاثا، فبت طلاقي وتزوجت من بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما أنا معه كهدبة الثوب، وحركت ثوبها على أنه لا يستعج معها يعني. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما تريد، قال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني لما قالت أنا معه كهدبة الثوب ما استطعش جمعها يعني، هي قالت ذلك حتى صرخ الصاحب قال شوف انظروا ما يقال في حضرة النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذه معناها أنه إيش؟ ذوق العسيل لا يكون إلا بالدخول، ذوق العسيل. يبقى هنا في قوله فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني يطأها مش يأخذ عليه. ابن مسيب طبعا كلامه شاذ، خالف جميع العلماء وقال فإن عقد عليها فللأول أن يردها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق مرتين ثم قال فإن طلق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلق فلا جناح عليهما إلى آخر الآيات. فهو هي تعود له متى؟ إذا تزوجت غيره دون أن يكون تيس مستعار وطلقت فترجع له. العلماء ترجع على طلقة أولى، العلماء يقولون هنا طيب إذا عقد وطلق يصح؟ الصحيح أنه لا يصح، وكلام ابن المسيب كلام شاذ، لأن النبي قال لا 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 حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لكن هل نقدر نعيبه بالنسبة ممكن لم يبلغه الحديث؟ الحديث هو الذي الآن قيده لنوضح. نعم، القرينة الخارجية كما قلنا. أما سعيد بن المسيب فنحن نقول هنا الآن أصاب في الحكم ولا أخطأ في الحكم؟ والله هو أخطأ في الحكم، لكننا نعمل إيش ما نفعل بقى؟ العلماء النبلاء إذا أخطأ العالم في الحكم بعد اجتهاد نقول له الأجر، هذه أول شيء له الأجر. والأمر الثاني هو أن نقول نعتذر له أنه لم يبلغه حديث النبي، أنه لم يؤثر عليه من جهة اللغة. هو خلاص هو من جهة اللغة نعم يحمل على العقد ويحمل على الدخول، لكن ما المقصود؟ احنا قلنا في بادئ الأمر عند منهج استنباط الفقهاء أنني بدور مع مراد الله حيث إيش؟ حيث دار. آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله، لا سيما أن وضع اللغة ومن هو الله. وإحنا قلنا عندنا حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، أيهما يقدم يا أستاذ؟
حقيقة شرعية يقدم. ممتاز، الحقيقة الشرعية التي تقدم. هي التي تقدم. حقيقة شرعية، أين حقيقة الشرعية إلا إذا وجد الحديث؟ جاءنا الحديث، أو جاءنا الحديث. ليس اللغة الآن، لم يحكم باللغة هو. لا لا. عرف الظاهر. احنا خلاص، احنا قلنا اللغة معه، لكن نقول له ايش؟ الحق الشرعية تقدم. وين بقى الحق الشرعية؟ قال لا، حتى تذوق عسالته وذوق عسالتك. لا، بالنسبة للنكاح هذه حقيقة شرعية الآن نقول. احنا النكاح الآن ممكن نقول الآن النكاح في هذه الآية المقصود به هو الوطء ليس العقد. نعم، مثلا نقول لم يبلغه هذا الحديث. نعم، هذا الاعتذار له يا أبا بكر. يا أبا بكر. نعم. أي أبا بكر. نعم. رويدا رويدا، أسكت حتى أتكلم وأنتهي، بعد كده تتكلم أنت. ماشي. ماشي. أقول لك ابن المسيب قال ذلك لأن اللغة معه تساعده، صح ولا لا؟ إيه صحيح. ممتاز. أنا الآن بدور مع الشرع حيث دار، أريد أفهم هل الشرع هو ده مراد الله ومراد النبي ولا لا؟ لأن خلاص أنا عندي أكثر من معنى، صح ولا لا؟ بالنسبة لنا صحيح. طيب، نحن بحثنا فوجدنا أن السنة فصلت لنا في الخطاب. المقصود بالنكاح هنا في قولي حتى تنكح زوجا غيره، المقصود به هو إيش؟ الوطء. لأنه قال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم، هذا هو. فإذا فكان المعنى هنا في قولي فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى يقع عليها زوجها، حتى يطأها من عقد عليها. فالمعنى هنا فإن طلق فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، أي يعقد ويطأ. فنقول يعقد عليها وينكحها، ينكحها يعني يطأها. فهم هذا الحكم ولا ما فهم؟ هل في نقاش؟ لا فهم. لا، انا قصدي حين كنت لابن المسيب. ابن المسيب هنا الان نقول له عذرك. لماذا نقول اخطأ فقط؟ هذا سؤالي بس. ما ممتاز ممتاز. طيب، اصبر بقى، اصبر عشان تاخد. مش سألت انت، قطار سريع يا ابا بكر. انت مش سألت، عندما تسأل بعد السؤال ماذا تفعل؟ بعد السؤال كيف؟ بعدما تسأل ماذا تفعل؟ بعدما أسأل أستمع. نعم. ممتاز، هذا هو حبيبي. بعدما تسأل تسكت تستمع حتى تأتيك الإجابة. فإن اقتنعت بها الحمد لله، فإن أردت النقاش أيضا نحب ذلك. جيد؟ دلوقتي ابن المسيب، احنا عندنا الآية الآن. ابن المسيب قال في المرأة التي طلقها زوجها ثلاثة فبانت منه بينونة كبرى أنها لا تعود له حتى تنكح زوجا غيره بنص الآية، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فجاء زيد إلى هند المطلقة ثلاثا من عمرو، فجاء زيد فعقد عليها ولم يدخل بها فطلق، هل تحل لعمرو ولا ما تحل؟ هي هنا هذه المسألة. ابن المسيب قال تحل، وحمل قول الله تعالى فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره اي تعقد عليه، واللغه تساعده ولا ما تساعده؟ تساعده. طيب، لكن جاء الفقيه فقال له لا، ليس هذا المراد شرعا. المراد شرعا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انها لا تحل له حتى يطأها من عقد عليها، لأنه قال لها لما قالت له أنا تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وهو لا يطيق الجماع، قالت وإنما أنا معه كهدبة ثوب، وحركت الثوب أنه لا يستطيع الجماع، فقال لها تريدين رجوعه، نص المسألة الآن، تريدين الرجوع للرفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وذوق العسيل لا يأتي إلا بالإدخال، إلا بالجماع. فحكم النبي هنا على مفهوم الآية في قوله فلا تحله من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني الدخول. فيبقى سعيد المسيب نعتذر له أنه لم يبلغه الحديث، لكن عندما نقول في الحكم فجاءته هند تقول له عقد علي زيد وعمر طلقني ثلاثة فطلقني زيد، أرجع إلى عمر، قال أرجع إلى عمر. هنا في الحكم الذي حكم فيه المسيب أخطأ فيه أم أصاب؟
من حيث الواقع بالنسبة لنا وصلنا وقد أخطأ. ممتاز، هذا الذي أريدك. بس أنا بالنسبة له يعذر تقليل، لأنه أما استعمل اللغة وأعطى حقه. طيب، أما عذره ففوق الرأس والعين وحبا وكرامة. وكل عالم عندنا يعني اجتهد في مسألة فأصاب له أجران، لو أخطأ له أجر، معذور ومحفوف بالكرامة ويوضع فوق الرأس احتراما وتوقيرا. لكن الاحترام ووضع فوق الرأس لا يخالف أن نقول الحكم الذي قاله أخطأ، والجمهور جمهور المتقدمين من العلماء قد أصابوا الحكم، وهو أنه المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا وتزوجها آخر لا تحل للزوج الأول حتى يطأ الزوج الثاني. وصلت؟ نعم، الحمد لله. نعم، وهذه مسائل صراحة مباحث من الأهمية بمكان، يعني هذه المباحث مباحث من الأهمية بمكان، وهي أصلا التي تميز طالب علم عن آخر. كما قال ابن تيمية، ليس 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 العلم أن يعلم المرء الحلال من الحرام، فالحلال بين والحرام بين، لكن العلم هو أن يعلم المشتبهات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، بل يعلمهن قليل، قليل من الناس يعلمون ذلك. نعم. أيضا زواج الولد بمن زنى بها الأب، وصورة المسألة صورة عظيمة. رجل زنى بامرأة وله ابن، المرأة تابت توبة نصوح وظهر عليها الصلاح وأراد أن يتزوجها الولد، وهنا هو وقع عليها الأب هو الآن. وعندنا الآية: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. شوف هنا هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. نحن نقول ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، النكاح يقع علي أبا بكر. لا 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 لا، أنا ما أريدك الآن، اسمعني، ما أريدك ترجح، أريدك أن تسرد لي المعاني ونبدأ نحن ماذا نفعل، نبحث عن المسألة وننظر في فيما المراد. نعم، المراد هنا الحين عقد. ما أريد منك المراد هنا، أريد منك معاني العقد التي تكلمنا عنها، معاني النكاح التي تكلمنا عنها. يأتي نكاح في اللغة بمعنى الاقتران، يأتي نكاح في اللغة بمعنى إيش؟ العقد، صح ولا لا؟ ويأتي النكاح ويأتي بإيش؟ ها قل لي. والنكاح يأتي وها ويراد به الوطن. ممتاز، نحن الآن سنبحث هل المراد العقد أم الوطن، لأن الأب قد وقع على المرأة. طيب، في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هو إيش؟ بعقد ولا بوطئ ولا إيش؟ ولا تطأوا مواطئ أبائكم، بعقد صحيح أو بغير عقد صحيح. المسألة خلافية، لأن اختلاف في تفسير النكاح هل هو الوطأ، يبقى مطلق الوطأ حتى لو عن طريق الزنا يمنع، ولأن الماء مؤثر. أي نعم. أم يكون المانع أن يكون الوطأ بعقد صحيح أو بنكاح صحيح. المسألة هنا اختلف فيها العلماء على قولين أيضا. شوف هنا هذا الاختلاف في المعنى أدى الاختلاف في المسائل الفقهية، وهي مسائل من الأهمية بمكان. كما قلت، هذه المباحث اللغوية، المباحث اللغوية الأصولية، هي مادة قوالب الفهم عند الفقهاء ومادة استنباط. فالحنفية والحنابلة قالوا: شيخنا بارك الله في السؤال، معليش. طبعا رهن إشارتك، تفضل. شيخ، هذه المسائل تدخل في الفروق الفقهية شيخ؟ طبعا هتدخل. نعم، لها مسيس بالفروق الفقهية، طبعا تدخل في المسيس فيها، لكن هي مادة خصبة أصولية تعطي قوة في الملكة الفقهية عند العالم للترجيح في الخلاف. بارك الله فيك. رضي الله عنك علي. أنت مغربي علي؟ جزائري. طيب، ما شاء الله، انت كنت معنا في الفروق الفقهيه ام ماذا؟ اي نعم، المواد اللي اخذها في الماجستير كلها اخذتها شيخ الا ماده واحده، اجتهاد التقليد، والان الفروق الفقهيه والقواعد الاصوليه يعني اشتركت فيهم، بس ما ادري هل نعم. نعم، اسال الله ان ينفع بك. امين. وياك امين. رضي الله عنك حبيبي.
طيب أقول إخوتي الكرام في هذا الباب، يعني اختلف العلماء في تفسير النكاح، لذلك اختلف الفقهاء في هذا الباب. قال الحنبلة والحنفية المقصود بالنكاح هنا هو الوطء، فقالوا مطلق الوطء. يعني إيه؟ يعني قالوا وطأ بنكاح صحيح أو وطأ بنكاح غير صحيح فإنه إيه؟ فإنه يمنع الزواج، الابن لا يتزوج المرأة التي وطأها أبوه، لأن النظر في ذلك إلى أن النكاح غايته الماء، غايته الماء، فماء الرجل لا يدخل عليه ماء الابن، ماء الرجل لا يدخل عليه ماء الابن. فقال الحنفية حرام لا يصح. فالمقصود هنا بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني ما وطأ آباؤكم. القول الثاني هو قول الشافعية والمالكية، قالوا في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي وطأ آباؤكم بعقد صحيح، وطأ آباؤكم في عقد بعقد صحيح. وهذا هو الظاهر. وقالوا إن الحرام لا يحرم حلالا، فيرون الشافعية والمالكية أنه لو زنى الرجل بامرأة وجاء الابن يريد منها الزواج، يعني عن طريق الحل، صح ذلك. وقالوا الحرام لا يحرم حلالا، فالمسألة ليست دائرة على الماء، لكن دائرة على النص في ما يحل وما يحرم، لأنه في هناك فوارق بين الحرام وبين الحلال. لما وردت الفوارق بين الحلال والحرام، لذلك قالوا هذه الفوارق استتبعها أحكام مختلفة. شيخ كذلك لعل لا ينسب الولد إلى أبيه في هذا النكاح الحرام. نعم لا ينسب. نعم لا ينسب، لا ينسب. وحتى لو استلحقه لا يلحق على القول الأئمة الأربعة خلاف ابن تيمية. فإذا ناحية النظر هنا هو الكلام على المقصود بهذا الباب، هل المقصود بذلك الماء ولا أن يكون الوطء بنكاح صحيح؟ فالشافعية والمالكية قالوا في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني لا تطئوا من وطأ آباؤكم في نكاح صحيح، فليس المقصود هنا العقد، ولكن المقصود هنا الوطء، والوطء يكون وطء، فالمقصود هنا العقد لا الوطء، فالوطء أبلى، لكن المقصود هنا العقد في هذا، يكون عقدا صحيحا في هذا الباب. فإذا الحنابلة والحنفية يرون أنه لو كان حراما أو حلالا ماء الرجل في فرج المرأة، فلا يأتي ماء الولد على ماء الرجل، لا يأتي ماء الولد على ماء الرجل. فالمالكية والشافعية قالوا عندنا آية، والآية قد خطت خطا نعمل به، ألا وهو بأننا لا نقيس الحرام على الحلال، بينهما فوارق، الحلال فيه توقير، الحلال فيه أحكام تتبعه، الحرام ليس له لا توقير ولا اعتبار ولا أحكام تتبعه. يعني الولد يكون للفراش بالعقد الصحيح، لكن كما قال أخونا الجزائري، وأما الولد بالنسبة للزنا لا يلحق بالرجل، لا يلحق به، فالأحكام مختلفة في هذا الباب، فلا يقاس الحلال على الحرام، لا يقاس الحرام على الحلال. فالصحيح الراجح في هذا الباب الحرام لا يحرم حلالا. لو وطأ الرجل امرأة زنا وجاء ابنه بعد توبته يريد الزواج منها، له أن يتزوجها، له أن يتزوجها، ولا تنتشر المحرمية في هذا الباب. بالنسبة الشبهة الرجع عن جريج، صاحب جريج هذا من أبوك؟ فقال أبي الراعي. ممتاز، هو قال أبي الراعي. المقصود هنا في هذا الباب ليس نسبة الابن للأب، الماء، يعني أنت من ماء من يا ولد؟ من الذي تسبب في 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 استلادك؟ ولو قلنا شو هذا، أليس تأويلا هذا؟ تأويل بلا تأويل، ويعني أنت ترانا حضرتك جمود لا نقول بالتأويل، نحن نقول بالتأويل حين وجد داعي، لكن الأصل أننا نحمل على الحقيقة حتى تأتي إيش القرينة، والقرينة أنها لما بنص الحديث راودته عن نفسي فأبى، فوقع عليها إيش الراعي، وقع عليها بإيه بقى، بعقد صحيح وشهود وولي،
ولا وقع عليها زنا؟ لا وقع عليها زنا. يبقى لما قال من ابوك اسمع مني يا ابا بكر ايها القطار السريع اسكت حتى اسكت انا بالله عليك يا ابا بكر اقول لك هنا الله يهديك ايها اليمن الطيب. لما اقول هنا جريج لما قال له من ابوك هو يقصد انه حتى لو كان من ماء يكون ابا له؟ ابدا، هو اراد ان يقول من ماء من انت. واقصاها خلينا لا نؤول اقصاها انه ينسب له، هذا في شريعه من قبلنا، وجاء من شرعنا ما يرده، وجاء من شرعنا ما يرده، فهمت؟ لأن النبي قال الولد للفراش، فصل في النهاية، فصل في الموضوع الآن. وإيش فهمت الآن ولا ما وصلت؟ لا لا فهمت اللي بعدين ما يتشبه الشبهات يقولون لماذا لا تنسبون مثلا القانون يقول ما دام كذا إذا اشتكت تقول هذا ولده ينفقون عليه غصبا عنه يدفع. لا يجوز لا يجوز لكن لا يجوز، هذا حرام، ليس في الشرع، حرام الوالد للفراش. لكن أقول لك شيئا، يعني قد يكون لهم منفذا من إيش؟ من كلام ابن تيمية أنه قال بجواز الاستلحاق، لو تاب يعني لو تاب وتابت له الاستلحاق، لكن حقيقة هذا القول ضعيف، لأن النبي في حديث سودة بن زمعة وقال هو لك ابن يا عبد الله بن زمعة وهو أخوك هو لك، وقال لسودة احتجب عنه، قال الولد للفراش، فصل الخطاب، لا ينسب الولد إلا بنكاح صحيح. فرعا عن هذه المسألة هي مسألة الزواج الرجل ببنته من الزنا، هذا أيضا فيها شوف المشترك، كل ذلك على مسألة النكاح، وهذه مسألة عظيمة ليست بالهينة. زنى رجل بامرأة فأنجبت بنتا، فالرجل الذي زنى بالمرأة التي أنجبت بنتا من مائه أراد أن يتزوجها، هل له أن يتزوجها أم لا؟ فالصحيح أنه ليس له أن يتزوجها لأنه الماء، لكن هو يقول هو لا يتزوجها لأنها ابنته. الشافعي قال هي ليست بابنة له، الشرع لم يعتبرها ابنة له، وده صحيح، كلام الشافعي قوي جدا في هذا الباب، هي ليست ابنة له، والولد للفراش، هو يريد أن يتزوجها الآن، هو عنده الماء غير مؤثر، عنده العقود، فهي لا تكون ابنة له إلا بإيش؟ إلا بوطن صحيح كما قال في النكاح حتى تنجح زوج غيره، أو قال انكحوا لأيامه يعني اعقدوا عليهن، وقال النبي الولد للفراش. كلام الشافعي في هذا كلام قوي جدا، وان الحرام لا يحرم حلالا، لكن الذي يعني قد قسم ظهر هذه الادله هو ان مساله لبن الفحل، ولبن الفحل معناها ان الزوج زيد يجامع هندا فحملت فولدت، ترضع هند الولد الصغير، فطلقها زيد وانفصل عنها، فجاء طفل ترضعه، هل زيد المطلق يكون أبا له ولا لا؟ فقال ابن عباس في هذا الباب لبن الفحل مؤثر، يكون أبا له لأن اللبن الذي ثاب في ثديها من مائه هو، فجعلوا للماء تأثيرا، فلذلك قالوا لا يتزوج الرجل ابنته من الزنا وإن لم تلحق به، لكنها من مائه فلا يجوز له أن يتزوجها. المسألة الأخرى في هذا الباب هي مسألة الترادف، هل في اللغة ترادف أم لا؟ وهي مسألة عظيمة أيضا من مباحث اللغة التي تنزل في مباحث اللغة والأصول. مسألة الترادف في اللغة منعها كثير من الناس، ومنها أو قل المحققون منعوا الترادف، وأنه قال لا ترادف، في القرآن ليس فيه ترادف، لابد أن يكون فيه فوارق في المعاني، ولو كانت فوارق طفيفة دقيقة، لكن الترادف غير وارد. لكن حقيقة العلماء يقولون الترادف واقع، الترادف واقع، ويقع في الأسماء، ويقع أيضا في الأفعال، ويقع في الحروف كما تكلمنا في مسألة الاشتراك. فالأسد هناك في ترادف، الأسد والسبع، والسبع يقصد به الأسد، كل حيوان مفترس،
وفي الأفعال أن تقول قعد وجلس مترادفان، مع أن لو دققت ستجد فوارق لطيفة. وفي الحروف أيضا إلى ومتى وإلى إلى وحتى، فهما للغاية وفيها ترادف. يقول ابن القيم في هذه المسألة العظيمة: الأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان، أحدهما أن يدل عليه باعتبار الذات فقط كالحنطة والقمح والبر، النوع الثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها، كأن تقول غفور رحيم لطيف جبار متكبر قوي متين، كل هذه صفات لكنها لذات واحدة، فيدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء الله جل في علاه وأسماء كلامه وأسماء نبيه وأسماء اليوم الآخر. فهذا النوع مترادف بالنسبة للذات، يعني نقول يبقى عين الترادف أننا قلنا بأن هذه معاني مختلفة لكنها لذات واحدة، يبقى الترادف هنا أنها تدل بالمطابقة على ذات واحدة، تدل بالمطابقة على ذات واحدة. أما إذا نظرنا إلى ذات الصفات فهي متباينة، فالرحيم غير الجبار المنتقم، الكريم غير المتكبر. فإذا إذا إذا كانت لذاتها فهي متباينة، يعني هي تقول بالنسبة للذات مترادفة، لأنها كلها تدل على ذات واحدة، لكنها تتباين في بالنسبة إلى الصفات. فقال يبقى إذن يمكن نحمل قول المحققين الذين منعوا الترادف في اللغة، فمراد النوع الثاني اللي هي صفات متعددة تدل على ذات واحدة فيمنع الترادف هنا. فهنا الترادف لا يكون إلا بالنسبة للذات لأنها ذات واحدة، لكن عند الصفات لا، ما في ترادف، دي متباينة، لأنهما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في الصفة أو نسبة أو إضافة، مع أن الذات واحدة. قال ابن تيمية: إن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. لما؟ لأنه بيقول يعني منع الترادف بيان على فصاحة القرآن، بيان على بلاغة القرآن، منع الترادف. وقال قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب المعنى، وهذا هو من أسباب الإعجاز في القرآن. والحقيقة أننا نقول كما فصل ابن القيم في هذا الباب: قد يكون هناك ترادف وعدم ترادف. ترادف إذا كانت لذات واحدة كأسماء الرب جل في علاه: الكريم الحليم الرحيم القادر المقتدر الجبار المتكبر، كلها هذه الأسماء لذات واحدة. فهنا عندما نقول ترادف بالنسبة للذات، لأن الجميع يدل المطبقة على الذات. وعند النظر في المعاني لا، مختلفة في المعاني، مختلفة. يبقى لنا مسألة العطف والاقتران ودلالة الاقتران، هل هي دلالة ضعيفة أم لا، وكيف العلماء يستخدمون دلالة الاقتران في استنباط الأحكام. ثم يأتي بعد ذلك مسألة البيان والكلام على النص والظاهر والمؤول والمجمل والبيان والعام والخاص والمطلق والمقيد، في مسائل من الأهمية بمكان على قاعدة الاستنباط اللغوية عند الفقهاء في استنباط الأحكام. وانظر إلى الاختلاف وسبب الاختلافات بين العلماء ترجع بأسرها إلى هذه المسائل. نقف عند هذه المسألة، وهي مسألة العطف والاقتران، يكون في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.